دي لقطات من مران اليوم، مران النادي الاهلي، واكيد بيستعد من خلاله لمباراه الغد باذن الله تعالى امام فريق سونيديب بطل النيجر. كابتن سمير عدلي مدير اداري للنادي الاهلي بنقول له الحمد لله على السلامه. الراجل ده تاريخ يا جماعه، والراجل في الحقيقه يعني مميز جدا في الجوانب الاداريه يعني. طيب خلينا نروح كمان لتفاصيل الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وسونيديب. النهارده كان في اجتماع فني عقد في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وده كان من خلال حضور الكابتن سمير عدلي مدير اداري للفريق، ومحمد اسامه ورامي بكر ورأفت ابراهيم اداري الفريق، وكمان مسؤولي اللجنه الطبيه بالكاف ومسؤولي نادي سونيديب وعدد من القيادات الامنيه وحكم ومنسق المباراه. والاجتماع الفني ده تم الاستقرار من خلاله على ان النادي الاهلي هيلبس الزي التقليدي الخاص بيه اللي هو التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والجورب الاحمر، وفي المقابل فريق سونيديب هيرتدي القميص الازرق والشورت الازرق والجورب الابيض. فبالتالي ده اللي تم الاستقرار عليه في الاجتماع الفني، بالاضافه كمان ان تم التاكيد على فرقتين ان الحضور لاستاد الاهلي والسلام اللي هيستضيف هذه المباراه غدا باذن الله في تمام الساعه 7 مساء ان هم ان شاء الله يوصلوا قبل المباراه بساعه ونص، ودي كلها امور طبيعيه، ومع التاكيد طبعا على ضروره الالتزام بتطبيق الضوابط والاجراءات المتبعه طبيا ضد فيروس كورونا.